وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الأفضل الصلاة بالمسجد بجوار البيت صلاة متوسطة في التراويح، أم أذهب إلى مسجد آخر يطيل القراءة وعدد الركعات مع ضياع بعض الوقت في التنقل، ويمكن الاستفادة من هذا الوقت في القرآن في المسجد القريب، أم اذهب إلى الحرم وصلاة التراويح هناك مع ضياع بعض الوقت؟ هذه كلها وسوسة، هذه كلها وسوسة، كل هذا وسوسة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لا تشدد على نفسك أخي الحبيب، صلي في المكان الذي تجد قلبك فيه، صلي في المكان الذي تجد قلبك فيه، والحمد لله ما بين الإفطار إلى الصلاة فوق الساعتين، يعني يزيدون نصف ساعة على الساعة ونص اللي بين المغرب وبين إيش وبين العشاء، وقت ما أطوله أخي الحبيب، كيف يضيع عليك بعض الوقت؟ وقت ما أطوله. لا تكل ربنا عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكل التكاليف في مقدور الإنسان، ما جعل عليكم في الدين من حرج، اذهب وصلي في المسجد الذي تجد فيه قلبك، وإن كان يصلي بكل ركعة بنصف وجه أو بوجه من القرآن، وابتعد عن الرياء وعن الكلام والسمع، والله بنصلي عند الشيخ فلان، والله كل يوم لحد الساعة 4 صباحا ما يفكنا، سمعنا هذا الكلام كثيرا، والله نختم في السنة، والله بنختم وإلى غير ذلك، والله كل يوم أنا في الحرم. يا أخي اتق الله في نفسك، وما الذي يحملك على ذلك؟ يا أخي السلف كانوا يصلون ويقومون الليل بالمئة ركعة، كما عن الحسن البصري وغيره والحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه، ولا يعلم بهم إلا ربهم تبارك وتعالى. صلي في أي مكان تجد قلبك فيه وتجد راحتك فيه أيها الحبيب، وصلي واقفا، إن تعبت صلي جالس، أمر النافل أوسع من أمر الفريضة. والصلاة حديث عمران بن حسين: الصلاة القاعد على نصف صلاة القائم، وصلاة الجالس على نصف من صلاة المضطجع على نصف من صلاة القاعد. إذن أجر كامل إن شاء الله للقائم، نصف الأجر للقاعد، ربع الأجر لمن؟ للمضطجع. وصلي حينما تجد قلبك، ودعك من هذه الوسوسة، هذه كلها وسوسة لا داعي لها أبدا. وأخشى أن تأخذنا أيها الفضلاء الكرام في بداية رمضان النشاط، ثم بعد ذلك يحدث الفتور، الله يعافينا وإياكم ويسلمنا وإياكم، ثم تجد في العشر الأواخر أنك فقدت نفسك، وهي الأولى، أن العشر الأواخر هي التي إيش كان عليه الصلاة والسلام يشد المئزر ويحيي الليل ويوقظ أهله عليه الصلاة والسلام، وكان في العشرين الأول يخلط بين صلاة وبين نوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعليك أخي الحبيب بحفظ الأوقات، الله عز وجل في هذا الشهر المبارك سماه النبي شهرا مبارك كما جاء في الحديث الصحيح عند أحمد في المسلم، والله عز وجل جعل فيه من الفضائل، فجعل فيه من الفضائل أن أبواب الجنة كلها مفتوحة لم يغلق منها باب، وأبواب النيران كلها مغلقة لم يفتح منها باب، ومردة الشياطين مصفدة، وللصائم عند فطره دعوة مستجابة، ومن فطر صائم كان له مثل أجري إلا أنه ينقص من أجر الصائم شيئا، وله في كل ليلة ربنا عز وجل عتقاء، وجعل السحور فيه بركة، قالوا بركة بدنية وبركة شرعية، بركة بدنية بأن تعينك على أداء الصيام من غير تعب إن شاء الله، وبركة شرعية باتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك اهتبل الأوقات ورتب وقتك أخي الحبيب، اعرف ما لا نسرف في النوم، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، الناس يظن في آية المبذرين هو تبذير المال، وهو مراد في الآية لكن ليس هو التبذير المال فقط، التبذير في السهر من غير حاجة، التبذير في الإسراف في الأكل من غير حاجة، التبذير في الإسراف في النوم من غير حاجة، هذا كله مبذرين، كل المبذرين يقلب ليله نهار ويقلب نهاره ليل، نسأل الله العافية والسلامة. والمبتغى والمفترض أنه يرتب مثل هذه الأوقات لتعينه على الصيام وعلى القيام، ولا تكن كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، والقصد القصد تبلغ، لا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون، ووازنوا بين وظائفكم لمن كان موظفا وبين أوقات الصيام والقيام، وإذا كنت عندك دوام يبدأ بعد العاشرة أو كذا فصلي في أقرب مسجد تدرك فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
ثم تذهب إلى عملك، ولا تتحجج بأنك تقول إحنا في رمضان والعمل وكذا، حتى لا تبغض الناس إلى هذه العبادات. والحمد لله قد علم كل أناس مشربهم، هناك مسجد يصلي بآية واحدة وتجد الصلاة فيها على القصد ما شاء الله، يحسن الركوع ويحسن السجود ويرتل القرآن ويمتلئ المسجد بالناس الذين لهم وظائف بعد صلاة التراويح، ولا يترك من أمره شيئا. ثم إن رجعت إلى بيتك بعد ذلك فالحمد لله، أن تقرأ من ختمتك من مصحفك في قيام الليل ما تيسر الله لك أن تقرأ فلا مانع من ذلك، أن تجعل لك وردا فلا مانع من ذلك. وإني أنوه على إخوان الفضلاء من الذين إذا جاء الوتر خرجوا وتركوا ذلك، نقول لا حظ لكم في حديث من قام عيما حتى ينصرف. يا أخي صلي الوتر، يا أخي صلي الوتر مع هذه الإمام، أرفق لقلبك من الرياء، صح ولا مو صح؟ أن الناس يقولوا شوف الله دفلان شكله عنده إيش نافلة هناك، وثانيا أنك تأخذ هذا الأجر من قام عمامي حتى ينصرف، كان له أجر قيام ليلة، سبحان الله كل يوم أنت عندك أجر قيام ليلة قام لحد ما يجي الوتر. وإذا رجعت إلى بيتك يقول يا أخي أبغى صلاة، يا أخي ما في مانع، أنقض الوتر بركعة ثم صلي مثنى مثنى ثم أوتر مرة أخرى، أن يكون آخر صلاتك في الليل وترا. الأمر فيه ساعة، المسألة تحتاج إلى إخوان إيش، تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى معالجة هذا القلب، ولا يضيع الإنسان وقته، ولا يضيع الإنسان وقته في مثل هذا، والله أعلم. بعضهم يقوم بعد السلام إذا سلم من الوقت، يقوم من الركعة إيش؟ يقوم من السلام، ما في مشكلة، خلاص هذا انصرف الإمام، ما في مشكلة عادي، يسلم ويشم الركعة، ما في مشكلة، ما في مانع، ما في مانع، يشفعه ويروح عادي كذا يجعل آخر صلاة فيه. ها؟ لا، هذاك حديث من صلى الفجر وصلى العشاء، لا هذا من قام مع إمامه التراويح حتى ينصرف كان له أجر قيام ليلة. أما هذاك الحديث من صلى الفجر في جماعة كمن قام نصف الليل، من صلى العشاء في جماعة كمن قام الليلة كلها، هذه مسألة أخرى. هو جمع بين الاثنين، إيش الأجر الاثنين، هذا عنده ليلتين إن شاء الله، عنده هذا المغرب والعشاء وصلاة التراويح، عنده الفجر والعشاء والتراويح عنده ليلتين إن شاء الله، عنده ليلتان، وذلك فضل يأتيه من يشاء. نعم طيب.